عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح جدول ضرب 5 وإن شاء الله تحفظوه بكل سهولة. أول حاجة كتبت جدول الضرب من 0 فيه 5 لحد 10 فيه 5، وهنستخدم الأعداد اللي هي 0 1 2 3 4 5، وهنكرر كل عدد منه مرتين. هنحطهم في خانة العشرات 0 0 1 واحد، اثنين، اثنين، ثلاثة، ثلاثة، أربعة، أربعة، خمسة. وبعدها هنكتب من تحت هنا صفر، خمسة، صفر، خمسة، صفر، خمسة، صفر، خمسة، صفر، خمسة، صفر. وهنمسح الصفر ده وهنمسح الصفر ده كده. صفر في خمسة بصفر، وواحد في خمسة بخمسة، اتنين في خمسة بعشرة، ثلاثة في خمسة بخمستاشر، أربعة في خمسة بعشرين، خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، ستة في خمسة بثلاثين، سبعة في خمسة بخمسة وثلاثين، ثمانية في خمسة بأربعين، تسعة في خمسة بخمسة وأربعين، عشرة في خمسة بخمسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.